فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، الإخوة والأخوات، المشاهدون والمشاهدات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتعكم الله بالصحة والعافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ديوان الإفتاء، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة على قناة طيبة الفضائية وعبر أثيرها إذاعة طيبة FM 103. نسعد بكم كثيرا أيها الإخوة والأخوات بتواصلكم واتصالكم بمشاركتكم لنا على أرقام التواصل، ونذكر الإخوة عبر الأثير الإذاعي برقم التواصل 120 97 77 77 أو 120 97 66 66. ومعنا مجموعة من الأسئلة التي وردت إلينا عبر مركز الرسائل، نبدأ بها مستعينين بالله سبحانه وتعالى بحوله وقوته وعونه وتوفيقه وإذنه ومشيئته. يقول السائل: ما حكم استخدام مواد طبيعية في تكبير أو تصغير شيء في الجسم؟ هل هي تغيير لخلق الله تعالى؟ الفتوى على أن أي تغيير في الجسم يعتبر من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، واستثنوا بذلك زيادة الوزن أو إنقاص الوزن، فهذه لا تدخل في التغيير المنهي عنه، والله تعالى أعلم. قالت: تزوجت فتاة تبلغ 18 سنة واكتشفت أنها لا تنجب، فهل يجوز لها طلب الطلاق؟ ما السؤال غير معتدل، ربما يقصد هو تزوج الفتاة والفتاة اكتشفت أنه لا ينجب، فهل يجوز لها طلب الطلاق؟ يجوز للمرأة إذا اتضح أن الزوج لا ينجب، يجوز لها أن تطلب الطلاق لذلك، ولو صابرت لكان خيرا، وعلى الله يحدث بعد ذلك أمره. متى تكون السجدة في آيات السجدات؟ هل تكون بمجرد الوصول لعلامة السجدة أم عند نهاية آية السجدة؟ لا، عند نهاية آية السجدة، أو ربما جاء ذلك بعد الآية على العلامة الموضوعة في المصحف في موضع السجدة، فالخط الذي يوضع هذا مكان السجدة أو سبب السجدة، والعلامة علامة السجود التي يكتب بالخارج مقابلها سجدة، هذه موضع السجود، يعني الخط يبين لك سبب السجود والعلامة تبين لك موضع السجود. قالت: أتتني الدورة الشهرية ولما انقضت لم أغتسل لأني كنت مريضة وبسبب البرد، أفتوني جزاكم الله خيرا. ما اغتسلت لأنها مريضة وبسبب البرد، في هذه الحالة يجوز لها أن تتيمم إذا كان الغسل يؤذيها، ولكن متى ما زال السبب وجب عليها أن تغتسل. ما حكم تحدث فتاة عبر الهاتف مع شاب بحكم أنها تحبه؟ الإجابة واضحة، هذا من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما هو التنكيس المنهي عنه في الصلاة؟ التنكيس على أنواع ودرجات ودركات، فالتنكيس نكس الشيء يعني قلبه، من نعمره ننكسه، فنكس الشيء يعني قلبه، فالتنكيس يعني يقرأ سورة من القرآن الكريم في الركعة الأولى ثم يقرأ سورة قبلها في ترتيب المصحف، هذا تنكيس، وهو لا يبطل الصلاة، ولكن عده بعضهم من مكروهات الصلاة، وعده بعضهم من عدم تمام الصلاة. وهناك تنكيس آخر اللي هو أقبح من هذا، اللي هو التنكيس في ذات السورة، يعني يقرأ آيات من آخر السورة في الركعة الأولى ثم يقرأ آيات من ذات السورة قبلها في ترتيب السورة في الركعة الثانية، وهذا تنكيس قبيح. أما تنكيس الكلمات فهذا فعل السحرة، أن يقرأ الفاتحة بالمقلوبة وغير ذلك، يجعلون قربان للشيطان ويخرجون به عن دين الله سبحانه وتعالى، ويجلب لهم سخط الله عز وجل ويخرجهم عن الملة والعياذ بالله.
ما حكم زواج من حلفت زورا بعدم رجعتها من زوجها الأول؟ وهل يشترط رضا المعتدة بالرجعة؟ ما حكم زواج من حلفت زورا بعدم رجعتها من زوجها الأول؟ وهل يشترط رضا المعتدة بالرجعة؟ السؤال غير واضح الحقيقة، لكن ننظر إن شاء الله تعالى. طيب، قال أنا بصلي الصبح والرغيب الساعة 7، هل في حرج؟ نعم، كل الحرج، يعني الصبح الساعة 7 أن تصلي الصبح في وقته، الوقت الذي جعله الله سبحانه وتعالى للصلاة، والصلاة جعلها الله سبحانه وتعالى كتابا موقوتا. ونسأل الله السلام إخوة الإسلام، يعني التفريط في صلاة الفجر من أكبر المنكرات، فالرجل الذي يدشدش رأسه لأنه كان ينام عن الصلاة المكتوبة. وعلى كل حال، يمكن شروق الشمس في هذه الأيام حوالي 7 إلا ربع تقريبا. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. الله يحييك، مرحبا بك يا شيخ موسى. يا أخي، في نزل كان قبل الرسول، كان في صلاة سيدنا موسى كان عندهم صلاة. أيوة، نزل عليه صلاة. طيب يا أخي، الإجابة عندي. شكرا يا شيخ موسى، حياك الله. مرحبا، عليكم السلام. عليكم السلام. نعم نعم يا شيخ، مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. عليكم السلام الشيخ. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ، في سورة الشعراء الآية 18. أيوة. قال رمنا ربك فينا وليدا وفعلت فعلتك التي فعلتها. أيوة. فعلتها وأنت من الكافرين. نعم. وبعدين الآية تبوا قال فعلتها إذا أنا من الضالين. تفسير الآية. تفسير الآية شيخ، أديك العافية. طيب أخي الكريم، أنت منو؟ أول الكريم عبد الله الرصيف، أديك العافية. بارك الله فيك يا أخي. لا شيخ، برضه في الأول تبقى الرناقل. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل. يا مرحبا محمد أحمد مضوي، حياك الله. جزاكم الله خيرا، وربنا يجعل البرنامج في ميزان حسناتكم. الله يحييك يا أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. خير إذاعة وقناة طيبات المباركة. الله يحييك يبارك فيك يا أخي، مرحبا بك. أيوه، بعيد علينا إن شاء الله. الله يفضل، تفضل، مرحبا، أهلا وسهلا. السؤال الأول يا شيخنا، بدل من أنواع التوسل. من ماذا؟ أنواع التوسل. التوسل؟ أيوة، التوسل وأنواعه. طيب، السؤال الثاني، حكم تارك الصلاة، هل في خلاف في تارك الصلاة؟ يعني في حكم، في خلاف يعني حكم تارك الصلاة. طيب، اديك العافية، جزاك الله خيرا شيخنا. مرحبا عليكم السلام. مرحبا عليكم السلام. الو، يا مرحبا. السلام عليكم دكتور محمد الأمين إسماعيل. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ محمد. الحمد لله. الله يحييك يا أخي. بنسأل من أوقات صلاة الضحى. أيوة. أي نعم. طيب، وهذا رقم تليفونك ممكن تكلم الهيئة. بديك العافية إن شاء الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بك. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبا. عليكم السلام. الحمد لله. الله يحييك، فضل. طيب، أخذنا قدر من الأسئلة، نستعين بالله سبحانه وتعالى في الإجابة عليها. مرحبا. طيب، نبدأ بالأخ موسى علي من الدمازين، يسأل عن صلاة الأنبياء، هل هناك كان صلاة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ما من نبي من الأنبياء إلا وجعل له الله سبحانه وتعالى صلاة، كما هو معلوم مما جاء في آيات القرآن الكريم. يعني على سبيل المثال لا الحصر، قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال الله سبحانه وتعالى إبراهيم يقول ربي عني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء،
وعن إسماعيل قال الله عز وجل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وقال الله عز وجل لموسى عليه السلام أقم الصلاة لذكري. وقال الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وأخذ الله عز وجل عليهم العهد اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. وقال الله سبحانه وتعالى لمريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال المسيح أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وداود عليه السلام ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فالصلاة موجودة في كل التشريعات التي جاءت من الله سبحانه وتعالى، وهذا بيان أهميتها ودلالة على ذلك بالإجمال أن الأنبياء جميعا صلوا خلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في ليلة المعراج. أخونا عوض الكريم عبد الله يسأل عن تفسير قول الله سبحانه وتعالى عن من ما قص الله عز وجل عن فرعون أنه قال لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني من الكافرين على أقوال، إما أن قالها استهزاء يعني الآن أنت تقول أنا كافر وأنت قبل الرسالة كنت كافرا، أو أنت من الكافرين للنعمة، أنت كفرت نعمتي أني ربيتك وكذا وكذا. وهذا لعله الصحيح لأنه يأيده ما قبله وما بعده، ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. وبعدها قال له موسى تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أما قول موسى عليه السلام فعلتها إذن وأنا من الضالين، من الضالين أي كان قبل الرسالة، أو أن هذا خطأ أني قتلت ذاك الرجل. أما أخونا محمد أحمد مضوي من الدخينات فيسأل عن أنواع التوسل. أنواع التوسل الجائز الذي ذكره العلماء ثلاثة أنواع، وأعلاها وأولاها وأفضلها التوسل بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى لعموم قول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولقوله عز وجل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وبعدها التوسل بالعمل الصالح، يعني يذكر العمل الصالح ويدعو الله سبحانه وتعالى به. مرحبا عليكم. السلام. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي الله بزعل من الصور أعمل غرفة بصلي بها ليه فأخوة. نعم. والإحسان اللي فيه خلافنا. قلت شنو يا أختي الكريمة؟ أحب الملاك بتاع الصلاتي. نعم. نعم. قلت لها الغرفة بصلي بها ليه فأخوة. يعني الصلاة بتجيز فيها. شنو قلت يا أختي؟ الغرفة بصلي فيها. الغرفة أيوة. يلا فاطمه. ايوه فاطمه الحسار فاطمه رومي وابوي كذا يعني. انا يلا انت قلت معناها الملك بتاع الخرافي. طيب يا اختي اديك العافيه. الله يحييك. مرحبا عليكم. السلام. وعليكم السلام يا الشيخ محمد الامين اسماعيل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ عساك طيب. الحمد لله بارك الله فيك يا اخي. أنا أسأل عن الفدوة. أيوة. الفدوة هل تعرفها؟ أيوة. الفدوة هي شاة تذبح للرجل الذي يصير به حادث والله أسلمه منه إنه يذبحه، وعندها طبعا شاهدة نذبح فدوة، وإن المرأة وضعت سلمت من ولادتها يذبحوا لها فدوة. فدوة لله عز وجل ان الله اسلمهم. يعني واحد خرج من حادث ولا امرأة ولدت بالسلامة يعني؟ يذبح ذبيحة. ذبيحة. ايوه ذبيحة ايوه، اللي هي يعني اهلنا بسموها الكرامة يعني. كرامة احنا أيوة. نسميها الفدوة. طيب جميل. فدوة للشخص. طيب يا اخي. جزاك الله خير الدكتور محمد اسماعيل. شكرا شيخ عبد الله. الله يكرمك يا اخي. الله يسلمك. مرحبا عليكم. السلام. عليكم السلام. مرحبا. من هذا المقام سبحانه وتعالى رجاء الحق
وذهك النبات اللمبات اللي كان بيروح النزل من رمضان وهو شفاء للناس ورحمة للمؤمنين ما يزال ظالمين إلا خسارة. طيب تفسير الآية هنا. طيب يا أخي السؤال الثاني، إمام شرح الصلاة قبل الإقامة. نعم إمام إمام ماله قبل الإقامة قلت شنو يا أخي؟ الإمام قبل الصلاة، هو شرح في الصلاة كبر قبل الإقامة، كبر قبل الإقامة الناس نبهته وبعد ذلك واصل الصلاة ما رجع لهم. طيب نطلع إن شاء الله يبارك فيك يا أخي. الله يخليك، بارك الله فيك. مرحبا. عليكم السلام. الو يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. مرحبا. عليكم السلام. الشيخ محمد اللمين. عليكم السلام شيخ محمد، حياك الله. معك محمد بشير من الحمد. اهلا وسهلا، مرحبا. عليكم السلام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا اخي، مرحبا بك. نعتذر للاخ محمد بشير ونرجع ان يعاود الاتصال مرة أخرى إن شاء الله تعالى. مرحبا. عليكم السلام. طيب نواصل في الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى مستعينين بالله عز وجل. فقلنا أعلى أنواع التوسل أن يتوسل بأسماء الله والحسنى وبصفاته العلى، ثم التوسل بالعمل الصالح ورد في القرآن كثيرا كقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومن ذلك ما جاء واضحا في حديث ما جاء في الصحيحين وغيرهما من الثلاثة أو حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار واندلقت الصخرة وقالوا لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. والنوع الثالث من أنواع التوسل، التوسل بدعاء الرجل الصالح، من يظن فيه الصلاح تقول له أدعو الله سبحانه وتعالى لي، فهذا فيه خير إن شاء الله تعالى. أما ما عدا ذلك من التوسل بالجاه أو بالمكان أو بغير ذلك فهذا لا يجوز، والإنسان لو اكتفى بالأشياء الواردة الواضحة التي لا خلاف فيها فذلك خير وأعظم أجرا إن شاء الله تعالى. أما تارك الصلاة، قال هل في خلاف في حكمي أم لا؟ نعم، هناك خلاف كبير في حكم تارك الصلاة، من تركها تكاسلا وتهاونا هل يكفر أم لا؟ اختلف على قولين، فالقول الأول أنه يكفر، وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى وجمع من أهل العلم كابن حبيب من المالكية وجمع من علماء الشافعية ومن علماء الحنفية، ولعله هو ما جاء عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والقول الثاني أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر، وإنما وقع في كبيرة وفي جرم عظيم وهو من أعظم وأكبر الكبائر والذنوب، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية. ولعل الصحيح والله تعالى أعلم والمؤيد بالأدلة ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله لعموم قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر تركه الصلاة، من تركها فقد كفر. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة فرد متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا دين لمن لا صلاة له. والأحاديث في ذلك كثيرة صحيحة والله تعالى أعلم. أما أخونا محمد الصادق من الحاج يوسف يسأل عن وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى يمتد من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد تقريبا بعد الشروق ب 12 دقيقة تقريبا، ويمتد إلى قبيل الزوال، يعني قبيل وقت الظهر إن شاء الله تبارك وتعالى.
أيها الإخوة والأخوات، لنأخذ فاصلا ثم نعاود مرة أخرى، فابقوا معنا بارك الله فيكم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم مجددا الإخوة والأخوات، ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا. ومرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك. يا محمد علي إسماعيل، مرحبا عليكم السلام. الله يبارك فيك. عندي سؤالين. أيوة تفضل يا أخي الكريم. السؤال الأول، أيوة، في مسألة الولاية في الزواج. نعم، مسألة الولاية في الزواج، الولاية، أيوة، الولي، أيوة، الوالد والد الزوج وكل أخوه اللي هو عم الزوج. طيب، وعم الزوج قام وكل زوج ثاني من غير ما رجع لوالد الزوج. أيوة، أشوف لا 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 هل في مشكلة في الكلام ده؟ طيب، السؤال الثاني يا اخي يا شيخ محمد، شيخ محمد العم كان حاضر العقد مش كده؟ يعني بس قدم واحد للاجراءات. لا ما كان حاضر. ايوه ما كان حاضر. طيب المساله الثانيه بالنسبه لتركيب الاسنان. ايوه انا عندي اسنان كده بارزه لبدره وفي بعضهم متحرش، وما جيت للطبيب قال لي نقلع وركب لك اسنان، هذا اشوف طايدين في الكلام ده. طيب اديك العافيه. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا اخي، شكرا جزيلا. مرحبا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. والله عليكم السلام، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. مرحبا شيخ مختار، حياك الله. الله يحييك، الله يبارك فيك. اقول انا بالنسبه للقران. ايوه طبعا انا يوم بقرا في كم صوره كده معينه، البقره وياسين والرحمن. ايوه بعض الصور، هل في حاجه؟ طيب يلا السؤال الثاني بالنسبه للرغيبه دي، يعني بنقدم النوافل قبلها ولا بعدها الافضليه؟ كيف يا تو نوافل؟ في الصبح. ايوه في الصبح. ايوه يعني بعد الرغيبه دي هل في نوافل ولا ما في ثاني؟ ايوه جزاك الله ألف خير. طيب يديك العافية. مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد إسماعيل. مرحبا عليكم السلام، أهلا وسهلا. الله يحييك. مرحبا بك. أهلا بك. تفضل يا النعيم. الحمد لله. السؤال الأول بالله طبعا أنت غالي عندنا عربات بك. السؤال الأول شنو؟ احنا شغالين احنا عندنا عربات كثيرة، عندنا عربات. طيب. ويلعبونا في الحاجة دي مثلا، يعني لو مثلا احنا هنا قرانا يصاحب بلاقينا البلاغة يقول لك برضه ما واضح الصوت يا النعيم. ها؟ الصوت ما واضح. قلت ليه؟ ايوه. مع الحركة. طيب. مثلا الواحد ثاني لقينا مشينا هنا قرانا يصاحب. طيب. وبنمشي قدام بيلاقيك واحد بيقول لك انت دايم انت كده كده ما جاي تدينا حاجه كده، احنا برضه ما قطع جدول. ايوه. دحين نشوف ما راح يجيب لك الكلام ده. يعني بدل ما تقطع الايصال تدفع له حاجه بسيطه يعني؟ اي يقول لك في حاجه انا ما اجرب خليك اما تنور فارق الفارق. ايوه. طيب يا شيخ النعيم. السؤال الثاني مطالعة النساء. نعم مطالعة النساء. ما واضح الصوت. نعم يا شيخ النعيم. مرحبا عليكم السلام. كيف تمام؟ الله يحييك يا ابراهيم. الله يسلمك يا اخي. البزعل عندنا واحد ضربته الكهرباء وتوفى، اظن توفى شهيد ولا؟ طيب
شكرا. مرحبا. عليكم السلام. طيب نستعين بالله سبحانه وتعالى في الإجابة على هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. ونرجع للأخت رحاب عثمان من النيل الأبيض، هي بتسأل عن الصلاة في غرفة فيها صور معلقة، هل الصلاة مقبولة أم لا؟ فالصلاة مقبولة إن شاء الله تعالى، لكن الأولى يا أختي الكريمة هذه الصور، إنزال هذه الصور، لأن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأخونا عبد الله من كسلة بيسأل عن ما يسمى، قال عندهم بالفدوة أو نسميه الكرامة، قال يعني إذا إنسان مرق من حادث بالسلامة ولا امرأة ولدت بالسلامة أو أي إنسان فعل شيء، فما في حرج، وهذا من باب شكر الله سبحانه وتعالى ومن باب إطعام الطعام، فعمل طيب إن شاء الله عز وجل ما في حرج. أما أخونا أحمد من الأبيض يسأل عن تفسير قول الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فتفسير الآية قل جاء الحق وزهق الباطل، يعني الحق جاء وزهق، زهق معنى اضمحل يعني وانمحى وضعف وانهزم يعني الباطل. وهذه الآية لقنها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وهو يشير إلى الأصنام ويهوي بها إلى الأرض ويحطمها، ويقرأ قول الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأما قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يعني هو كما قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والظالمين يزيدهم كما قال الله عز وجل وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وكقول الله سبحانه وتعالى أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أما السؤال الثاني من الأخ أحمد يسأل عن إمام كبر قبل أن تقام الصلاة، الصلاة الصحيحة يا أخي فالإقامة سنة، وبعد ما كبر وشرع في الصلاة لا يجوز له أن يقطع الصلاة لأجل أن الإقامة لم تقام، فتصرف الإمام تصرف صحيح، وما على الناس إلا أن يسارع ويكبر خلفه والصلاة صحيحة. أما الأخ محمد من الجزيرة بيسأل عن ولي الزوجة وكل اللي هو الوالد وكل العم، والعم وكل رجلا آخر، فهل العقد صحيح؟ نعم إن شاء الله سبحانه وتعالى صحيح، لا سيما بموافقة الولي وبإشهار الزواج إن شاء الله وكيل الوكيل في مكان الوكيل إن شاء الله تعالى. وأخونا بيسأل عن بالنسبة لتركيب الأسنان، يعني قال عنده الأسنان فيها شيء من الخلل، فهل يجوز له أن يزيل هذه الأسنان ويركب أسنانا أخرى مكانها؟ نعم إن شاء الله تعالى ما في حرج في ذلك. أما أخونا مختار من الأبيض فبيسأل عن قراءة سور معينة، قال كقراءة سورة البقرة وسورة ياسين وسورة الرحمن وسورة الدخان وسورة الواقع وسورة الملك، ما في حرج يا أخي كله خير، لكن الإنسان مع هذه السور لو جعل كذلك وردا ليقرأ من ما تيسر من المصحف فذلك خير إن شاء الله تعالى، فلكن ما في حرج. هل صلاة الرغيبة معها نوافل أخرى؟ لا، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا سجدتان، يعني إذا طلع الفجر وأذن الفجر ما في صلاة إلا الرغيبة بس. ولذلك إخواننا اتفاقا أنه إذا صلى ركعتي الفجر ما صلى ركعتي الفجر في البيت جاء إلى المسجد بعد الأذان الثاني فلا يصلي إلا ركعتي الفجر، يعني ما في حاجة يقول أنا صليت حتى المسجد وبعد ذاك أصلي الرغيبة، لا دي أصله ما فيها خلاف. لكن الخلاف وين؟ الخلاف إذا صلى الرغيبة في البيت ودخل المسجد هل يجلس ولا يصلي كما ذهب إلى ذلك الحنفية ورواية ابن القاسم عن مالك، أم يصلي ركعتين كما ذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة والرواية الأخرى عن مالك، ولعل هذا أرجح وصح والله أعلم. أخونا النعيم من الشمالية بيسأل، قال يعني ربما دفعوا لناس الحركة يعني الإيصال المخالفة أو التسوية التي يفعلها جعلها أهل ناس شرطة المرور تسوية للمخالفات، فبعضهم بيقولوا بدل نديك الإيصال اللي هو ب30 جنيه أدفع لنا حاجة بسيطة وتمشي حالك، لا يا أخي هذه تعتبر رشوة ولعن الله الراشي والمرتشي والرائش، فإما تدفع لهم الإيصال أو تحاججهم على أساس أنك ما تدفع الإيصال، لكن
كونك تدفع عليهم قروشهم بدون إيصال قروش لهم فهذا نوع من الرشوة. الفرق بين الإيصال، الإيصال غرامة، إيصال غرامة ورقة معتمدة بعدين بتمشي لناس المرور، ناس المرور يمشي يودوها لجهاتهم، لكن اللي بتدفعها أنت له مباشرة دون إيصال فهذه تعتبر رشوة. أخونا إبراهيم من مروابة قال واحد ضربته الكهرباء وتوفي إلى رحمة الله، نسأل الله تعالى أن يتقبله شهيدا، هل يعتبر شهيد؟ نعم إن شاء الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني حكم حكم الحريق، والكهرباء ما هي إلا حريق يعني نار، وكذلك يعني ما أصابه المسلم أي شيء يصيبه إلا يقول له كفارة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله أن يتقبله وأن يرحمه. طيب من ضمن الأسئلة التي وردت إلينا هنا يقول هل أنا متعود أن أقرأ آيات وأدعية قبل أن أنام، مرات أكون على جنابة هل يجوز ذلك؟ لا، إذا كنت على جنابة ما تقرأ القرآن وإنما تعمل أذكارك الأخرى من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وعموم ذكر الله سبحانه وتعالى. والأولى إن الإنسان إخواننا ما ينام على جنابة، يغتسل ثم ينام بعد ذلك، هذا الأكمل، ليس وجوبا ولكن هذا الأكمل. وإن كان سينام على جنابة الأولى أن يتوضأ، ده وضوء بسموه وضوء حفظ على أساس أنه ينام به، ولكن لا يجزي إلا للنوم، يعني ما ممكن يصلي به أو يقرأ به قرآن. قال إذا كنت مسبوقا في الصلاة بعدما سلم الإمام ما عرفت كم أدركت معه من الأول كيف أصلي؟ تبني على اليقين، يعني أنا ما متأكد الإمام أنا أدركته في الركعة الثانية ولا الثالثة، أعتبر أدركته في الركعة الثالثة، ما متأكد أدركته في الثالثة ولا الرابعة، أعتبر في الركعة الرابعة على أساس أنه أنا أبني على الشيء المتيقن أني يعني صليته وأكمل الباقي. قالت أختنا عملت عملية تفريغ للجنين 3 شهور وتوقف الدم وبقي شيء بني استمر أكثر من 10 أيام، هل أغتسل أم أنتظر حتى تنتهي؟ لا، من 3 شهور كل ما نزل هذا يعتبر استحاضة، لا سيما أنك قلت لون آخر لون بني، فحتى لو كان دم على الصحيح يعتبر استحاضة طالما هو أقل من 4 أشهر، والله تعالى أعلم. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبا عمر، أهلا وسهلا يا أخي، مرحب بك. أخي عندي سؤال، عندي زوجة. أيوة. ألو. أيوة معك يا أبا عمر. عندي زوجة قمت طلقتها. طيب. المرة الأولى، المرة دي شاكلت مع الرب بتاعتنا الغاز كده. نعم. ودي عمائي كبير، قلت لها لم هدومك وسلمت لها تموت. طيب اسمع، دكتور نجوم ومرض اتبرق وانا ولا خميس سبع مره، قال يا اخي المره دي تمشي ما تمشي، انا جايب خلينا لا احكي الكلام، المره دي اصلا ما تمشي، قال لي المره دي تمشي، قلت له المره دي تمشي ده عايز، قلت له المره دي طلعنا بالسلام. طيب قاموا جثه في الحله سالنا كده، قالوا ترجع رجع المره الثانيه والثالثه دي مطلقه عادي احنا بشروط. لكن الاولى دي ما اعرف، لانه هي لما اطلعت مع الوالده ما جايبها منها ده احسن، قلت له المره دي تمشي، انا اصروا قالوا ما تمشي، انا قلت لهم كمان ما تمشي عادي قدامه، قلت له المره دي قال انا ما بعرف تمشي. لكن طيب. المره الثانيه انا مطلقه والثالثه دي مطلقه بشوط بغر يعني، لكن الاولى دي ما اعرف يعني اجابتها. ايوه طيب شكرا يا الثانيه دي يعني كان بشوط. نعم. الثانيه والثالثه دي يعني المطلقه على الدغريه، لكن الاولى دي بس يعني عرفت في حاله ما قدرتها يعني. أيوة واضح يا أخي، شكرا. شكرا لك. الله يبارك فيك. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد أحمد الإسماعيلي. أهلا وسهلا والله، مرحبا بك يا أخي. أحبك بالله. أحبك الله وبارك الله فيك يا أخي الكريم. الصحة تمام معك معنا؟ تمام. مرحب شيخ عثمان، حياك الله. الحمد لله والله. الله يكرمك، مرحب بك، تفضل. نحاول سنين كذا عمر قبل نهائي ما خش مع الخط نهائي. الله يكرمك يا اخي، يديك العافيه، تفضل، مرحب بك والله. الله لو سمحت بس لو تكرمت العينين رامك رامك لو سمحت عاشي. جدا ان شاء الله. لا عاشي العينين رامك، بس تقول بعد ما انتهي المقارنه
صديره على الوش والله جد. حاول سنين جدا يدوك ليه ان شاء الله. شكرا جدا ان شاء الله. شو عثمان عندي السؤال ده بس عندي ثاني اذا كان هذا بقى هيا تفضل. يلا الصلاه ما 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 شيخ يسجل. نعم الصلاه ما مشير. ايوه ايوه الصلاه اي واضح واضح. نعم يلا انا كنت طبعا مساعد كنت في الشهر. ايوه حلو. ايوه معاك. ايوه شو عثمان الوقت الوقت. نعم الوقت الاذان اختلاف الاذان. طيب الاختلاف الاذان اي واضح الاختلاف الاذان ماله. الاختلاف الاذان ايوه الاختلاف الاذان ماله. مثلا ليه يعزم الساعه كذا ويصلوا في نفس الولايه في بلد واحده يعني في مدينه واحده. نعم في بلد واحده. نعم طيب طيب واضح. يلا النسيان الصلاة الشنو؟ النسيان النسيان النسيان. ايوه ايوه النسيان النسيان. واضح واضح واضح. بارك الله فيك. مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك بلال عبد الجاد. مرحب بك. اهلا وسهلا. ان شاء الله ضيق يفعلك. الله يبارك فيك يا بلال. ايوه الصوت شويه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك بلال عبد الجليل بلال من فلسطين. الله يبارك. مرحب بك اهلا وسهلا. مولانا من تفسر عن زول بالنسبه للصلاه. ايوه. قال لي ما تجيبي مثلا ما ترسل زول لحاجه مثلا يجيبها. طيب. فالنصر ده اي حاجه مثلا ما تمشي تناولها تجيبها ترسلها زول زول غيره يعني. طيب تنادي مثلا طفل وترسله. طيب فقال لا اذا رسلت طفل اتصال فنزل الحته دي وقعد رسلها فقبل طلع الزول رسله وما يجي راجع قام قال لا حصل حصل الطفل اللي قبل ما يجي راجع عشان طلب مينا. ايوه تحصل تحصل الطفل تمشي هاي ايوه على اساس انه ما يمشي المرسال يعني. هاي ما يمشي المرسال. هاي ايوه وفعلا ما مشى الطفل. الطفل مشى حصلته في البيت الثاني وجا جات قاعد في بيته جرى يعني ما جرى يعني في النهايه الطفل يترسل. يترسل لكن ما جاب الحاجه اللي ترسلنا لها. طيب يلا هنا الطلاق بيقع ولا بيكون في مثلا في حاجه ثانيه ولا حاجه. الله المستعان يا اخي. طيب شكرا يا بلال. طيب نستعين بالله سبحانه وتعالى في الاجابه على هذه الاسئله ان شاء الله. واخونا ابو عمر من بورت السودان ودائما يا اخواننا مسائل الطلاق كما قلنا نحبذ او يحبذ انها يعني تكون عند المحاكم وعند القضاء او عند المجمع الفقه في مجالس الافتاء ليفتي فيها مجموعة من الناس. على كل حال يعني أنا بقول إنه دي ما شيء معين. أما الأخ أبو عمر من بورت السودان فالذي يبدو منه الطلقة واقعة لأنك أنت تلفظت بالطلاق وأصريت على ذلك لما جاء إخوتها والله تعالى أعلم. أخونا عثمان الضو من بورت السودان يسأل عن الصلاة خلف إمام يسجر. الصلاة صحيحة ولكن ما ينبغي للإمام أن يسجر فالسجائر حرام. الفتوى على تحريم السجائر والتنباك. وبالنسبة لاختلاف الأذان في المدينة مفروض كل مدينة إخوان الأذان فيها يتوحد يعني حتى لو كان في خلاف يكون فرق يسير. الأذان يتوحد بعد ذاك الإقامة الناس يتفقوا عليها يعني المصلين في المسجد يتفقوا كم يكون الفارق بين الأذان والإقامة يجعلوه 7 دقائق ربع ساعة تلت ساعة نصف ساعة 25 دقيقة على حسب ما يتفقوا عليه إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للنسيان في الصلاة طبعا الحمد لله رب العالمين ربنا يجعل لنا سجود السهو يعني الإنسان إذا زاد في الصلاة أو نقص في الصلاة أو إذا نسي الصلاة بالمرة لعله يقصد فمن نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها متى ذكرها ذلك وقتها لا وقت لها إلا ذلك. قال الله أقم الصلاة لذكري كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أخونا بلال عبد القادر من كوستي برضو نفس المشكلة اللي هو
الرجل علق الطلاق انه قال للزوجه اذا ارسلت شخصا او ارسلت طفلا فيقع الطلاق، وفعلا ارسلت الطفل والطفل ما جاء بالشيء الذي ارسل له. على كل حال الذي يبدو والله تعالى اعلم انه ده طلاق معلق، وطالما طلاق معلق والشرط وقع فيقع الطلاق والله تعالى اعلم. لكن برضه بنقول يا اخواننا فتاوى الطلاق ما تؤخذ كشيء نهائي من هذا البرنامج، وانما يذهب بها الى مكان الاختصاص في المحاكم والقضاء ان شاء الله تعالى. طيب هنا يسال قال انا عاوز توضيح للغسل، في كثير من الشباب لا يعرفون كيفيته بطريقه صحيحه، ممكن ان شاء الله تعالى. اللي هو يا اخواننا زي ما قلنا في 5 أشياء ذكرها المالكيه، الخمسه دي شملت كل المذاهب لانهم اكثر ناس ذكروا اركانا للغسل. اول حاجه عندنا النيه، وعندنا تعميم الجسد بالماء، وعندنا دلك الجسد، وعندنا تخليل الشعر، وعندنا المواله. الكلام ده كله يكون يعني المواله يعني يكون ورا بعضه. اذا حققنا كده نوينا وعممنا الجسد كله بالمويه ودعكنا الجسد وخللنا الشعر وكان الكلام ده كله ورا بعض، فالغسل على كل المذاهب صحيح وكامل ومكتمل ان شاء الله تعالى. اما الغسل تمام التمام وكمال الكمال هدي سيد الانام سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، فيبدا بعد ان ينوي ويسمي الله سبحانه وتعالى يغسل ما بين سرته الى ركبته اللي هو غسل المذاكير، يعني في الاحاديث ورد اللي هو من السره الى الركبه، وبعد ذلك يتوضا نحو وضوء الصلاه لحد ما يمسح الراس، وبعد ما مسح الراس بيخد 3 حفنات من المويه ويغسل شقه الايمن ويغسل شقه الايسر ويغسل الرجلين وتمه والحمد لله رب العالمين. قال هل يجوز تخصيص مال محدد لأحد الأبناء لاهتمامي بحفظ القرآن؟ يجعل هذا كتحفيز، يعني نجعله حافز، نقول لهم يا أبنائي اللي بيحفظ القرآن عنده حافز كذا من باب المسابقة، فالذي يتوفق ويحفظ ويهتم نعطيه هذا الحافز إن شاء الله تعالى، بس يكون شيء يسير يعني على أساس أنه ما يعمل لنا خلل في العدل والله أعلم. هل يجوز قال قناة فيها مسابقة فضائية فيها مسابقة إذا ربحت الجائزة مبلغ مالي وإذا خسرت أنت الذي تدفع للقناة نصف المبلغ الذي تربحه، هل إذا اشتركت بها حرام؟ وهل يعتبر ربا؟ مش ربا، ده يعتبر ميسر، ده يعتبر قمار وحرام ولا يجوز. قال ما الفرق بين أن أستلم سلفية من البنك عينية وأبيع بفارق في السعر لأتحصل على النقد، وبين أن أستلم نقدا من البنك وغرضي في النهاية النقود؟ الفرق الأولى يعتبر بيع، والثانية يعتبر دين، والبيع ممكن يكون في فارق في القروش ما مشكلة، لكن الدين لازم القروش ترجع كما هي. يعني الواحد يقول لك دي ما فيها فرق، لا فيها فرق، مسألة تعبدية زي ما جاء في حديث بلال رضي الله عنه قال لهم عين الربا يبدلوا الكيلة بتاعت التمر الجديد بكيلتين من التمر القديم، فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال عين الربا، فقالوا يا رسول الله تساويها في الثمن، قال إذا بيعوها واشتروا بثمنها، يعني الكيلة الجديدة ب10 والقديمة ب5، هم يجيبوا كيلتين قدام ويشيلوا كيلة جديدة، ديل ب10 الاثنين ودي ب10 الواحدة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم بيعوها، بيعوا دي ب10 واشتروا ديل الاثنين ب10 بالقروش اللي لك. فلذلك المسألة تعبدية يا إخواننا. ما حكم من حلف على المصحف بعدم الخيانة ورجع في حلفه وما زال؟ نسأل الله السلامة والعافية، جرم كبير وعظيم، ونسأل الله السلامة والعافية. أنا ممتحنة وكلما أذاكر استغرق وقت طويل في شيء بسيط بالنسبة لشرود ذهني دائم والنسيان، كلما أحاول ضبط نفسي أفشل. نسأل الله أن يوفقك وأن يسدد خطاك وأن ينجحك، وركزي على دروسك يا بنتي، ونسأل الله لك التوفيق والسداد. قال أريد أن أصلي نافلة بشرط بعد 12 صباحا، هل أقرأ ما يحلو وما هي أحب الأوقات لأدائها وهل لها شروط؟ ألا تقرأ ما تيسر إن شاء الله سبحانه وتعالى، والصلاة بعد 12 لعله بالليل يعني ده الثلث الأخير يدخل حوالي الساعة 2، والصلاة في جوف الليل الآخر أفضل الصلاة بعد المكتوبة. ما حكم العلاج بلسعات النحل علما بأن النحلة تموت بعد اللسعة؟ ما في حرج إن شاء الله تعالى. أنا متزوجة وزوجي يرفض الإنجاب، هل الحياة معه حرام؟
لا، المسائل دي أخواننا لابد فيها من التراضي بين الزوجين، لابد من التراضي والتشاور، وما صح رفض الإنجاب بالمرة لا ممكن، لكن تنظيم النسل في باتفاق لابد التراضي والتشاور بين الزوجين. وصلنا نهاية الحلقة، وباقي أسئلة إن شاء الله نأتيها في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، ودمتم في عون الله ورعايته، وتقبلوا التحايا الخالصة من فريق العمل، تعرض الأسماء فأشركون في الدعاء، وصلوا وسلموا على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.